الإخوان والسلفيين ومن على شكلتهم بتوع قنوات البحبحاني والبغبغاني والشمعداني. ليه بيكرهوا الصوفية؟ عشان بيحبوا أهل البيت. وليه هم ما بيحبوش أهل البيت؟ رغم برودة الجو ورغم صعوبة الجو ورغم ان الجامع فيه انشاءات وتجديدات، ولكن الناس مصرة انها تيجي وتحتفل بالسادة نفيسة. السلام عليكم. انا كنت قاعد ساكت وانتوا اللي نكشتوني. اخر 3 فيديوهات على القناة كانت عن الشيعة. مش الصوفية تدعمني وتقول يمكن يسيبنا في حالنا؟ واحد عمل بث مباشر من امام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها، وسأل شوية اسئلة وطلب من الناس الاجابة عليها. طب وانا مالي؟ هو انا كل الناس؟ هو كل واحد يسأل سؤال البحبحان يطلع يرد؟ لا، ما هو موجه السؤال ليا انا شخصيا وللاخوان والسلفيين اللي موجودين على قناتي. الاخوان والسلفيين اللي عمرهم ما اتفقوا ابدا هيتفقوا على قناتي. ما تيجي نشوف وبعد كده نرد عليهم الرد اللي زعلهم. المغرضين والحاقدين والمبغضين يجي يشوفوا حب المصريين لآل البيت ولستنا السادة نفيسة ويفسرولنا ويجاوبولنا على السؤال، ليه هذا الحب بين أهل مصر وشعب مصر وبين آل البيت رضي الله عنهم؟ وليه هم الإخوان والسلفيين ومن على شكلتهم بتوع قنوات البحبحاني والبغبغاني والشمعداني، ليه بيكرهوا الصوفية عشان بيحبوا أهل البيت؟ وليه هم ما بيحبوش أهل البيت؟ تعالوا شوفوا حب كل أهل مصر من كل البلاد جاية تحتفل بستنا السيدة نفيسة، رغم برودة الجو ورغم صعوبة الجو ورغم أن الجامع فيه إنشاءات وتجديدات، ولكن الناس مصرة أنها تيجي وتحتفل بالسيدة نفيسة. طيب، أول حاجة قالها عمك الحاج ده والأسئلة الكتير اللي سألها ومحتاج لها تفسير، على ما أظن أغلب الصوفية، ده ما كانش كل الصوفية بتعتقد نفس الاعتقاد ده، إن أي حد مش صوفي بيكره آل البيت. طب أنا هثبت لك دلوقتي إن الصوفية نفسهم ما بيحبوش آل البيت. إزاي؟ خليك معايا وكذبني لو أنا كذاب، بس نرد على كل نقطة قالها عشان ما يقولكش أنت ما ردتش على الحتة الفلانية. المغرضين والحاقدين والمبغضين يجي يشوفوا حب المصريين لآل البيت. أول حاجة في الفيديو قالك المبغضين والمغرضين خليهم يجوا يشوفوا حب المصريين لآل البيت، ومصور لك ناس كتير واقفة عند مسجد السيدة نفيسة. طب هو فين دليل الحب بالوقوف عند المساجد؟ أظن في منهم الشحاتين وفي منهم الحرامية وفي منهم البيعين وفي منهم أصحاب التكاسي وسواقين الميكروباصات والتكاتك، فيبقى مش كل اللي موجودين رايحين للسيدة نفيسة. أولاً. تاني حاجة والأهم من الأولى، إن اجتماع ناس كتير على حاجة معينة فالحاجة دي ما بقتش حلال. إزاي؟ أقولك إزاي. أنا ممكن أصور فيديو لناس واقفة طابور مصريين بيشتروا سجاير، فينفع أقولك تعالى شوف حب المصريين في السجاير عشان الشيخ الفلاني قال عليها حرام، فعشان الناس الكتير وقفوا عندها وناس كتير بتشربها فبقت الحاجة دي حلال؟ لا. طب هل الكثرة تعني إنهم على حق؟ لا. تعرف ان ربنا ذم الكثرة في القرآن الكريم؟ يعني عندك سيدنا نوح قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. في المقابل عند ذم الكثرة في القرآن الكريم قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقال تعالى إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فيبقى خلصنا من موضوع تعالى شوف الناس دي كلها مجتمعة على حاجة، فيبقى لازم نشوف الحاجة دي حلال ولا حرام. وقال لك إيه بعدها يا محترم؟ ليه هذا الحب بين أهل مصر وشعب مصر وبين آل البيت رضي الله عنهم؟ بيقول لك ليه هذا الحب بين أهل مصر وشعب مصر وبين آل البيت رضي الله عنهم؟ فهل أهل مصر وشعب مصر بيحبوا آل البيت فعلا؟ طبعا، ده حب آل البيت واجب على كل مسلم. لكن الحاجة اللي الصوفية مش قادرة تفهمها إن في فرق ما بين الأصل وما بين الوصف، فالمسلم واجب عليه إن هو يحب آل البيت. فلما يجي واحد مسلم يقول لي أنا بحب آل البيت، فده الأصل في العبادة بتاعته والتقرب إلى الله. طب هو إيه وصف الحب ده
يا محترم؟ يجي بقى واحد صوفي ويسجد لآل البيت حبا لهم وتعظيم، فيطلع واحد بحبحاني يقول له يا ابني اللي انت بتعمله ده غلط وحرام، فيطلع الاستاذ المحترم يقول له انت اكيد ما بتحبش آل البيت، وينكر عليه وصف العبادة اللي عملها مش وصف الاصل اللي هو عمله. يبقى هو ما بينكرش عليك حبك لآل البيت، ده لو انت بتفهم بصعوبة، لكن هو بينكر عليك الشيء الغلط اللي انت عملته اللي ما وردش في الشرع وما عملوش النبي صلى الله عليه وسلم. طب الحاجة اللي اكتر من كده واللي اهم من 3 4 5 6 حاجات اللي فاتهم، هل الصوفية فعلا بتحب آل البيت؟ لا. ازاي بحبح؟ اقول لك يا محترم، مين هم آل البيت؟ عند الصوفية سيدنا الحسن، سيدة زينب، سيدة نفيسة، وبس كده خلاص. ايه ده يا عم انت بتقول ايه؟ طب وسيدنا علي؟ لا لا، سيدنا علي الشيعة مختصة فيه والصوفية بتحبه يعني، بس سيدنا الحسين احسن. طب خد عندك بقى يا محترم آل البيت اللي واجب عليك ان انت تحبه. يبقى في حد لازم ان انت تحبهم، فلازم تعرف مين هم. ما هوش فرض او فرضين او تلاتة من ضمن مجموعة كبيرة واجب عليك ان انت تحبهم، وزي ما بتحب واحد فيهم واجب عليك انك تحب التاني بالظبط. ولو قصرت في حبه او غليت في حب واحد والتاني لا، فتبقى انت صوفي. ازاي؟ خد ازاي. لقب آل البيت في الشرع الاسلامي له عدة اطلاقات. اول حاجة، يطلق هذا اللقب على كل من يحرم عليه الصدقة، وده الوصف اللي عليه اجماع العلماء، والصوفية ما بتختلفش معايا في النقطة دي. طب مين هم يا بحبح؟ خد عندك آل علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وعلى رأسهم الحسن والحسين رضي الله عنه. وياريت لو سمحت تحط لي تحت الحسن 3 4 5 خطوط كده، عشان مش هسألك في الفيديو ده عشان ما احرجكش ايها الصوفي زي ما سألتك قبل كده. ليه الصوفية ما بيحتفلوش بمولد سيدنا الحسن رضي الله عنه زي ما بيحتفلوا وبيهتموا بسيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه؟ هما الاثنين مش من آل البيت. خش على اللي بعده. عمرك سمعت في يوم من الايام ان الصوفية بتحتفل بمولد علي بن ابي طالب؟ لا. طب ليه مع ان في مولد للنبي صلى الله عليه وسلم وفي مولد لسيدنا الحسين؟ يبقى ليه مفيش مولد لسيدنا علي رضي الله عنه؟ ده انا مش هقولك ليه مفيش مولد لسيدنا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان، عشان ما تقوليش انت بتشبه الصوفية بالشيعة. فنخش على بقية آل البيت. اول حاجة قلنا لك آل علي بن ابي طالب، تاني حاجة آل جعفر بن ابي طالب اخو سيدنا علي رضي الله عنه. عمرك سمعت في يوم من الايام الصوفية عاملة مجلس مديح وبيمدحوا سيدنا جعفر بن ابي طالب؟ سيدنا جعفر بن ابي طالب الملقب بجعفر الطيار، واللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه من احد 14 رفيق، وان هو وزير للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليه بقى مفيش مولد لسيدنا جعفر رضي الله عنه؟ هو ده مش من آل البيت؟ طب يا اللي انت بتحتفل بمولد آل البيت اللي انت ما تعرفش عنهم حاجة، او ما بتهتمش بالموالد بتاعتهم زي ما بتقول ان هي فرض عليك، وانك بتاخد على الرأس اللي بتعمله في الموالد حسنات، ليه بقى ما بتعملش موالد لآل عقيل ابن ابي طالب؟ وهو ده صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده دل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا يزيد اني احبك حبين، وتيجي انت تقول لي سر حب اهل مصر وشعب مصر لآل البيت رضي الله عنهم، وانت اصلا ما تعرفش مين هم آل البيت، وبتحب اللي ابوك وامك طلعوا بيحبوهم بس. تحب بقى يا محترم اكمل لك مين هم آل البيت اللي واجب عليك انك تحبهم؟ فزي ما بتعمل لآل علي بن ابي طالب، اقصد ابناء علي بن ابي طالب، اقصد ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم، مولد لوحده سيدنا الحسين، ممكن تعمل موالد لآل العباس، هم مش دول برضو من آل البيت؟ وخد عندك بقى بقية بني هاشم وبني المطلب. فيبقى موضوع ان احنا بنكره آل البيت طلع منكم في شنك، لانه واضح كده ان حبكم ليهم رأس وطبل وزمامير. وياريت بتقسموا البدعة بتاعتكم على كل آل البيت، بل بالعكس بتقلدوا الشيعة في حب سيدنا الحسين والغلو فيه دونا عن أخوه أو أبوه أو الصحابة اللي انتوا بتقولهم انكم بتحبوهم. طب تعالى نسمع كلمتين تاني من اللي قالهم الأخ اللي عمل البث المباشر أمام مسجد السيدة نفيسة. وليه هم الإخوان والسلفيين ومن على شكلتهم بتوع قنوات البحبحاني والبغبغاني بيقول لك ليه الاخوان والسلفيين بتوع قنوات البحبحاني؟ يا راجل يا محترم، الاخوان والسلفيين عمرهم ما اجتمعوا في مكان ولا اتفقوا على حاجة واحدة. تيجي انت يا راجل تجمعهم الاتنين في قناتي؟ لا، واضح ان هي هبت منكم على الاخر. نسمع اللي بعده. ليه بيكرهوا الصوفية عشان بيحبوا آل البيت؟ بيقول لك ليه بيكرهوا الصوفية عشان بيحبوا آل البيت.
أولاً يا محترم إحنا ما بنكرهكمش، لكن إحنا بنقدم لكم النصيحة ونتمنى لكم الخير زي ما بنتمنى لنفسنا بالظبط. لكن هضرب لك مثل بخلاف المثل اللي فات، زي ما فهمتك إن إحنا ما بننكرش عليك حبك لآل البيت، وأتحداك وأتحدى شيوخك تجيب لي واحد من أهل السنة والجماعة بيقول إن إحنا بنكره الصوفية عشان بيحبوا آل البيت. والمثل اللي أنا قلت لك عليه، لو فيه واحد زي حالاتي كده بيحب آل البيت رضي الله عنه وقرر إن هو يعمل ليلة لوجه الله، أهو عشان ما تقولش إحنا بنعمل الليلة وبندبح لآل البيت، لا إحنا بندبح لله وجبنا الناس عشان تاكل وتشرب صدقة حبا فقال البيت. لكن الليلة عبارة عن ايه؟ جبت لك كم مغني ولبستهم عمة الازهر وسميتهم مشايخ، وجبت لك الشيخة فاطمة الرقاصة، اقصد الشيخة فاطمة اللي بتمدح دي ولا معرفش بيسموها ايه، وقعدت تتراقص وتتمايل امام الرجال اللي جايين يحبوا قال البيت برضو زي حالتنا. فتقوم انت يا محترم ياللي صوفي وبتحب قال البيت وما بتعملش اللي احنا بنعمله، وقلت لي يا ابني ما ينفعش اللي انت بتعمله ده لان كده حرام، ايه هيكون ردك لو انا قلت لك ايها الصوفي انت ما بتحبش آل البيت؟ بعفوية جدا هتقول لي انا لا انكر عليك حبك لآل البيت، ولكن انكر عليك فعلك لحبك آل البيت. فهمت حاجة؟ اتمنى والله. وليه هما ما بيحبوش آل البيت؟ بيقول لك وليه هما ما بيحبوش آل البيت. انت تعرف يا محترم اللي بيكره آل البيت ده انسان منافق، فاتحداك لتاني مرة تجيب موقف لشيخ من اهل السنة والجماعة يبغض فيه آل البيت رضي الله عنه، فيبقى كده انت اللي فهمك للحب غلط. فمش معنى ان انا ما برقص في الموالد بتاعتكم فيبقى كده انا ما بحبش آل البيت، وزي ما وضحت لك قبل كده انت ما بترقص في كل موالد آل البيت، اخترت 2-3 أو 5-6 زي الشيعة وعملت لهم حفلات رقص وهشك بشك وشخاليك، فيبقى اللي بيحب حد بيتبعه زي ما انت بتدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مؤاخذة مش هنشر صورتك وانت املس جايبها بالموت عشان الواحد يتفرج عليك لازم يكون معاه محرم. تعال نسمع الباقي. رغم برودة الجو ورغم صعوبة الجو ورغم ان الجامع فيه انشاءات وتجديدات، ولكن الناس مصرة انها تيجي وتحتفل بالسيدة نفيسة. رغم برودة الجو والجو صعب ومفيش فلوس ومفيش مواصلات والمسجد مش عارف ماله، وبرضو الناس مصرة ان هي تحضر المولد. اظن قلت لك في اول الفيديو ان اجتماع الناس على شيء حرام ده لا يجعل منه انه بقى حلال خالص، ومعنى ان الدنيا ساقعة والناس مصرة ان هي تروح، فماتشات الكورة والحفلات اللي بيبقى فيها مغنيين ورقصات ورقصين بيبقى فيها اكتر من كده، فهل تتوقع ان هم على حق؟ يعني نقفلها ونروح نرقص معاهم ونقول عشان هم كتير، ولا انت ايه رأيك يا محترم؟ انا بقول كفاية كده النهاردة عشان الفيديو ده طول علينا شويتين. وبالنسبة للناس اللي وصلت لاخر الفيديو ابشركم بشرة ان شاء الله، الحاج عوض بيفكر يجي في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، فلو عايزينه اكتبولي في التعليقات وعرفني انك وصلت للنهاية. انا بحبكم في الله وعند الله تجتمع الخصوم. سلام عليكم. سأقطع كل من عادى رسولي وأبطر كل حبل للوصال، وأقليه وأبغضه جهارا رجاء للمثوبة في مآل.